احنا يا عمي جينا من الصبح بدري من الساعة 6:30 7 وسلمنا هوياتنا كالمعتاد على حسب النظام اللي ماشيين عليه، وبالتالي هم زتونا الهويات، لا الأمن مساعد الناس ولا البنك مساعد الناس، وهيهم اللي ضيع هويته واللي ضيع شكه، وهي الساعة 9:30 وبعده مش باخذ لا اي شيء، لا هويته ولا شكه. انت مثلا مجبر تصرف شكك بهذا اليوم؟ اي نعم، لانه عندي اختيار عجزي وانا باسمها بصرفه يوم سبت تحديدا، بس يوم السبت لاني انا بشتغل. ايام ثانية يعني مسموح صرف هذا الشك ام لا؟ هو ايام ثانية مسموح، بس العامل ما بقدر يعطل ويجي لهون. من الساعة 6 سلمت الهوية والشك، ولهسا ما اجنيش الشك، اجتني الهوية جاب لي اياها بن حلال من تحت، وبقدر شكوم ولا اقعد، بقدرش استطيع امشي، خايف يزكوني اجي تشوم. هسه جابوا حالي على المستشفى، تعمل معروف جيب لي الشك. بس انا جيت يوم الخميس اصرف الشك، موعد يوم الخميس، قالوا لي تعال يوم السبت، قلت لهم يا عم موعد يوم الخميس، قال لي تعال يوم السبت، وجيت يوم السبت وهاي السبت، واحنا كل مره يعني السبت بنيجي بنحط من لم هنا بنعطيهن للبنك. هسه اليوم البنك لمنا هنا حطينا بكرتون نعطيها هين عشان يفوتوا يعني على اجزاء. هسه اليوم البنك لمهن من هون اعطاهن للشباب من هنا، ما استفدنا شيء. انا اعلق انه هذا الشيء اكثر من مره نبهنا اداره البنك، وعلى اساس انه هذه ما يتم بهذه الطريقه الحقيقه غير حضاريه، طريقه غير حضاريه. اجتمع كل اهل المنطقه، كل اللي بتلقوا مساعدات من الشؤون الاجتماعيه او من الوكاله بيوم واحد بدون نظام بدون ارقام بدون اي شيء، بيجتمعوا مره واحده بسكروا الشوارع الرئيسيه بشكلوا مدخل العياده، لدرجه عندي مرضى مش عارفين يفوتوا يدخلوا. انا اكثر من ساعه عبين ما دخلت على العياده بترجاي انه ما في امكانيه، حتى اذا انا صاحب العياده مش قادر يفوت على العياده. فهذا طبعا يعني سألت حاولت مع الشرطة إنه يجوا يدخلوا، الشرطة قالوا إحنا ما بيطلع فيدنا، اتصلنا في وكالة معاً كمان، وبعرفش شو الحل. يعني لابد لإيجاد حل لهذه الطريقة. هدول الأشخاص اللي بتلقوا مساعدات مش هم مليون واحد، هم أعداد محدودة جداً، لازم يعرفوا في أي يوم يجوا وبأرقام معينة مثلاً، يعني سهل جداً تنظيمها. يعني انت مثلا تعطيهم ارقام ابجديه، تعطيهم يعني حسب ايام معينه في الساعات معينه، يا بنظم حسب الساعات حسب ارقام معينه، فلان الا فلان من رقم كذا لرقم كذا يجوا الساعه كذا. يعني مش صعب، يعني الاداره ممكن هي تكون بهذا العمل بكل بساطه. احنا يا عمي البنك فلسطين عودونا ان نحط الهويات بالكراتين النظام وكل شيء بترتيب وفوتن، وفوتنا الكراتين جوا، اجى الامن جوا، امن اللي بيشتغل في البنك لف من الباب الثاني ورمى الكراتين كلياتهم تحت جرين الناس وسقطن الهويات على الارض. هاي معاي انا قسم منهن محتفظ فيهن تا يبينن اصحابهن اماني بركبتي، وانا يا عمي هويتي هسه عيات بينت وبديش اصرف الشك لحد هسه، برجع يوم ثاني. ايه الهويات بتقدر تسلمهن للشرطه يعني؟ على راسي يا عمي، بس انا بقول انهم عودونا نمشي بنظام ومن الامن اللي جوا خربط الدنيا وتشب الهويات برا، وانا شاب يا عمي بقول انه هذا الاشي مش لازم يصير عندنا هيك. فوضى اختياريات تحت الجرين، انا كمت اختيارك قسما بالله قاعد بتفاهك تحت جرينا. حقيقة فتحنا بنفتح أبوابنا يوم السبت بالذات للمنتفعين مساعدات الاتحاد الأوروبي ومساعدات الشؤون الاجتماعية. بالعادة بيكون هذا اليوم السبت مخصص فقط بس لصرف المساعدات لإخواننا المنتفعين من الشؤون الاجتماعية، وهذا بيفتح المجال مع العلم أنه إحنا البنك بيكون معطل الأبواب يوم السبت، نفتح لتأدية هاي الخدمة للناس. بتكون السليبات اللي موجودة مع المنتفعين من الوزارة انه الصرف بيكون يوم السبت. الحقيقه بيكون الصرف من يوم السبت ابتداء من اليوم ولغايه 21/4، يعني كل المنتفعين معهم مجال لغايه 21/4 في اي وقت من الاوقات يجي يصرف مساعدات الشؤون.